تتابعون هذا البرنامج برعاية انا حيسوس ديكور، انا معروفين شويه في الدومين هدايا، عندنا صافي ديزاني وبرودوي تاعنا باين، وكما نقولوا اللي شراو علينا شكرونا والحمد لله. كما شغل صامو كارسا عندنا هنا خدموا ميلاميني امديه في هيركلوس، بصح جات على امبورطاسيون مونتاج هنا في الجزائر، تما هنا يلا لي زاتيلي تاعنا كاع هيتيك نخدموا سير كومود، نخدموا بزاف صوالح كما نقولوا اللي عنده لي ميزور كدايا. وفي هذا رمضان ان شاء الله عندنا شويه لي بروموسيون شابين ودرناهم ديجا، وكما لي كليون لي شراو عندنا جام يعرفوهم لي بروموسيون بزاف شابين تاع لي سيري تاع بزاف صوالح. وفي رمضان هذا ثاني عندنا بروموسيون شابه، ومرحبا بكم عندنا ولينا الشرف ثاني نقول لكم على خير كي زرتونا. ثاني رانا موفرين ترونسبور كما نقولوا الولايات القراب كاع الجزائر، كما تيبازا بومرداس تيزي وزو هادو اللي دايرين كاع تما كاين اللي ما هضرتهمش، ونروحوا اليوم ثاني بويره كذا دايرينهم غراتوي. وان شاء الله مور رمضان ان شاء الله باذن الله بالك حنديماري بروجي واحد اخر باش نولوا نلحقوا 58 ولايه ان شاء الله باذن الله لا قدرنا رب. وحيسوس ديكو نتمنى لكم رمضان كريم. من حياتي كتير حلب وغزة وفلسطين، يموتوا كلهم بالملايين، يا عرب انتم فين؟ سؤالي يقول نعيد، عندما جيشت الحملة الصليبية ودخلوا إلى مدينة القدس ارتكبوا مجزرة فظيعة جدا في مدينة القدس، نتعرف عليك بداية. عيساني مبروك من قالما. عيساني مبروك من قالما وناس قالما، تحية لقالما وأهل قالما. بارك فيك. إذن كم عدد الذين قتلوا من المسلمين عن تم ذبحهم من طرف الصليبيين في أقل من ظهر؟ 70,000. نعم هو عدد 70,000 الذي سجله التاريخ، حتى قيل أن الدماء سالت في الشوارع، سالت يعني الدماء كأنها أنهار أو مياه أمطار وجرت في شوارع بيت المقدس. إذن الهمجية ضد بيت المقدس ليست من اليوم وليست وليدة اليوم. سيدي الفاضل، كلمة توجهها للجزائر، لفلسطين، للأمة الإسلامية قبيل رمضان المبارك. نشكر حضراتكم ونوجه كلمة إلى فلسطين الحبيبة وإلى الشعب الجزائري كل صغيرا وكبير، وبالأخص الأمة العربية الإسلامية. ونحن نشكرك بالتالي ونعطيك هذه الهدية من حيسوس، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال أجمعين إن شاء الله. تحياتي لك. أخذوا من حياتي كتير حلب وغزة وفلسطين، يموتوا كلهم بالملايين، يا عرب انتم فين؟ تابعتم هذا البرنامج برعاية حيسوس ديكور، انا معروفين شويه في الدومين هدايا، عندنا صافي ديزاني وبرودوي تاعنا باين، وكما نقولوا اللي شراو علينا شكرونا والحمد لله. كما شغل صامو كارسا عندنا هنا خدموا ميلاميني امديه في هيركلوس، بصح جات على امبورطاسيون مونتاج هنا في الجزائر، تما هنا يلا لي زاتيلي تاعنا كاع هيتيك نخدموا سير كومود، نخدموا بزاف صوالح كما نقولوا اللي عنده لي ميزور كدايا. وفي هذا رمضان ان شاء الله عندنا شويه لي بروموسيون شابين ودرناهم ديجا، وكما لي كليون لي شراو عندنا الجميع يعرفوهم لي بروموسيون بزاف شابين تاع لي سيري تاع بزاف صوالح. وفي رمضان هذا ثاني عندنا بروموسيون شابه، ومرحبا بكم عندنا ولينا الشرف ثاني نقول لكم على خير كي زرتونا. ثاني رانا موفرين ترونسبور كما نقولوا الولايات القراب كاع الجزائر، كما تيبازا بومرداس تيزي وزو هادو اللي دايرين كاع تما كاين اللي ما هضرتهمش، ونروحوا اليوم ثاني بويره كذا دايرينهم غراتوي. وان شاء الله مور رمضان ان شاء الله باذن الله بالك حنديماري بروجي واحد اخر باش نولوا نلحقوا 58 ولايه ان شاء الله باذن الله لا قدرنا رب. وحيسوس ديكو نتمنى لكم رمضان كريم.